من كرة ثابتة على فريق إيطالي بين مدافعين دخل فيليبي ووضعها برأسه تقريبا بدون رقيب. أخطاء بدائية. أولا هم بيلعبوا وما بيلعبوش مان تو مان، بيلعب زون. مستني أصلا اللعيبة الستروتمان ولا قيسوس ما فيش مراقبة. أول ما تلعبت الكرة في مساحة وكده أوريدي إحنا متفقين إن إحنا هنبقى على خط واحد، إنما في حالة الكرة ما توصل بقى لمنطقة الجزاء بتاعتنا دايما بيبقى الواحد